بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من قناه زراعه بسيطه. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم طريقه زراعه بذور المانجو. زراعه المانجو زراعتها سهله جدا، تنفع تتزرع في شهر 8 و9 و10. بعد الحصاد بناخد البذره زي ما انتم شايفين كده، يعني بنقصها عشان ناخد الجنين من جوه. يفضل الصنف يكون صنف خصب عشان تشتغل معانا بسرعه. بنحاول نفتحها بس نخلي بالنا عشان الجنين اللي جوه ما يتجرحش، لانه لو اتجرح بالتالي البذره هتبوظ. زي ما انتم شايفين كده استخرجناه، بنيجي على التربة وبنحفر حفرة كويسة، بنحطه بالطول زي ما انتم شايفين وبنغطيه كويس بحيث انه يتغطى بشكل كامل. بعد كده بنجيب المية، بنغرقه بالمية. بعدين يعني لو شايفين اي ازازة عندنا بنجيبها بيتم وضعه بالطريقة اللي انتم شايفينها دي وبنسيبه. ده بتسرع عملية الانبات بالطريقة اللي انتم شايفينها. يعني لو استخدمنا الطريقة دي النمو بيكون اسرع، لانه بيديله زي بتعمله زي نظام صوبه مصغره لتسريع نمو. تابعونا وهنشوف بقى شكل عامل ازاي. طبعا بعد العنايه بيها والاهتمام والري بتكون دي النتيجه بتاعتنا، نتيجه زراعه المانجو. زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله، حتى بدأ بتطلع شجره تانية اهي. وادي الجدر بتاعنا ما شاء الله. اهم حاجه العنايه بها، وضعها في مكان ما يكونش فيه شمس شديده. متابعه الري باستمرار. طول ما احنا سايبين التربه تاخد الميه اللي هي محتاجاها، يعني احنا ولا نزود ميه كتير ولا نقلل، اللي هو نديها الميه المطلوبه. يعني مثلا في اساسها نرويها كل 4 ايام. اول ما التربه تجف بنبدأ نرويها زي ما انتم شايفين اهو، بنرويها ولو في اي حشاش ولا اي حاجة بنشيلها من تحتها. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وان شاء الله تابعونا في فيديوهات تانية كتير عشان نتعلم طرق زراعة المختلفة. وادي شجرة مانجا تانية اهي برضو مزروعة بنفس الطريقة. الحمد لله كذا شجرة، الحمد لله شغالين ما شاء الله، اللهم بارك. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. في النهايه اتمنى بس دعم القناه بتفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد ويوصل لاكبر عدد من الناس. شكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.